خمس قرى مصرية تشيع جثامين 74 شخص من بني سويف بسبب إعصار دانيال في ليبيا. خبر معانا شيع أهالي محافظة بني سويف جثامين 74 من أبناء مركز بيبا ضحايا إعصار دانيال اللي ضرب مدينة درنة الليبية، في جنازة مهيبة إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد. وصلى أهالي قرى الشريف وقنبش والحمراء وبني عتمان وفزارة وسدس بمحافظة بني سويف صلاة الجنازة على الضحايا في سوق قرية قنبش أو قنبش المجاور للمقابر، وسادت حالة من الحزن على وجوه الأسر والأقارب والأصدقاء المتواجدين خلال تشييع الجثامين. كان 74 شاب من أبناء محافظة بني سويف لقوا مصرعهم من جراء إعصار دانيال اللي ضرب مدينة درنة الليبية، من بينهم 68 من قرية الشريف وستة من قرية فزارة وقنبش وبني عتمان وسدس تبع المركز بيبا. انتابت حالة من الذعر والهلع أهالي قرية الشريف التابعة لمركز بيبا جنوب بني سويف لما سمعوا نبأ وفاة طبعا وفقد 74 شاب من أبناء القرية بسبب الإعصار. وقال الدكتور رامي حسن الضيع أحد أبناء قرية الشريف بمركز بيبا إن الأهالي استيقظوا صباح اليوم على خبر وفاة عدد من الشباب اللي بيعملوا في دولة ليبيا وتحديدا في مدينة درنة مشاهدة إعصار دانيال خلف مئات الضحايا، واتشحت نساء القرية طبعا بالسواد وبدت أصوات القرآن الكريم تخرج من كل منزل. والأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي كشفوا أسماء الضحايا والمفقودين من أبناء القرية ولتضمن أسماء أشقاء وأبناء عمومة. وأكدت وزارة الخارجية أنها تتابع على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار لضرب العدد من المدن والمناطق الليبية وأسفر عن ضحايا ومفقودين من المواطنين المصريين. وذكرت وزارة الخارجية في بيانها أمس الاثنين أنه تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي، واللي بتقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ والحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وكمان حصر أعدادهم، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها. لذلك وزارة الخارجية تأسف لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث. وطبعا أنا من منصتي ديت بقدم خالص التعازي لأسر الضحايا من سواء كانوا مصريين أو ليبيين.